مدينة فوبرتال الألمانية ليست مملة ولا قبيحة، ففيها أيضاً أماكن جميلة ولها تاريخ صناعي طويل. وهناك دليل للأسواق الدولية لكنه غير معروف للكثيرين. هذه المرأة تريد تغيير هذا الحال. معمل كنيبكس، ستيفاني هيلبريش معك، مرحبا. منذ ديسمبر الماضي وهي تبحث عن موظفين لمهام إدارية. الوظيفة لا تزال شاغرة. لديها حاليا 11 وظيفة شاغرة. يمكنك الذهاب إلى صفحتنا على الإنترنت وتقديم الطلب. علينا أن نشتهر خارج منطقتنا لنحافظ على نجاحنا. فوبرتال ليست بالمكان المحبب للسكن، والكثيرون لا يريدون الانتقال إليها، وذلك رغم عدم اعتراف بعض الأهالي بذلك. هناك مصنع للكماشات، لا يبدو كمجال عمل مستقبلي، لكن توجد هنا وظائف شاغرة. كنيبكس تزيد من إيراداتها سنوياً، فوصلت هذا العام إلى 100 مليون يورو. يعمل هنا أكثر من 1000 شخص. لا يسمح لنا بتصوير كل عملية الإنتاج، فالشركة لا تريد كشف نفسها أمام منافسيها. لكن ما هو المميز في إنتاج الكماشات؟ مكتب شؤون الموظفين يهتم بهذا الأمر، إذ يحاولون تسويق علامة كنيبكس كمكان عمل جذاب. أينطلي هذا على أحد؟ نحن نحرص على أن نبرز فقط ما يثبت للناس أننا لسنا شركة متوسطة ومملة. لدينا أجواء جميلة وتسلسل غير هرمي في العمل، وهذا ما نظهره للخارج، وهو أمر غير مصطنع، بل هو حقيقة فعلية، ما يعد بالفعل أمرا ناجحا. أحد الموظفين الجدد ينس كالمرتن، عمره 37 عاماً، ويرأس قسم هندسة الآليات. تم توظيفه لحل المشاكل. بالرغم من بساطة المنتج الذي يتكون من ثلاثة قطع، فكي الكماشة ومسمار التثبيت، إلا أن هناك الكثير من خطوات العمل المختلفة، وهي خطوات ليس لها آلات إنتاج في الأسواق. وهذا هو المثير في الأمر، أن تبتكر آلات جديدة لتلبية احتياجات بعينها. حصل المصنع على هذا المهندس من شركة أخرى. أما دانييلا هارهاوس فقد جاءت من فوبرتال في إطار مبادرة للعمل لصالح شركة كنيبكس كمديرة للمبيعات في جنوب أوروبا. عليها الآن إنجاز تدريب على المنتج مثل كل الموظفين الجدد، وذلك لتتعرف عليه. ما هو سعر كماشة كهذه؟ سؤال جيد. لدينا أكثر من 120 نوع من الكماشات، وقرابة 10 طرق مختلفة للاستخدام. لذا هناك ما بين 1200 إلى 1600 سعر مختلف، لكن لا محفظها بعد، تعال بعد فترة. في الكتالوج يبلغ السعر 90 يورو، لكن من الملاحظ أن كل العاملين يعرفون الكماشات جيداً، وهذا سبب كاف لانتقال تورستن هيركرت من إيرفورت إلى هنا. إنه مدير التدريب منذ فبراير. شعارنا صنع في ألمانيا ليس مكتوبا فحسب، بل نعيشه هنا، وهو أمر يثير حماسي وأشعر به يوميا خلال وقت عمل القصير هنا. لقد بحثوا عن مدير التدريب طوال عام ونصف، والآن يسعون لتسريع عملية البحث في المستقبل.